تواصل دول غربية تحركاتها الأمنية لملاحقة عناصر سابقين أو محسوبين على تنظيم داعش الإرهابي داخل بلدانها، وذلك في إطار ما يبدو أنه استراتيجية تعمل عليها عدة بلدان حول العالم لمنع أي تهديدات إرهابية. أحدث التحركات كانت في كندا، حيث اتهمت السلطات هناك امرأة عائدة من سوريا بارتكاب جرائم متعلقة بالإرهاب، وذلك في أعقاب تحقيقات بشأن انضمامها إلى تنظيم داعش. الشرطة الكندية قالت في بيان إن كيمبرلي بولمان التي تبلغ من العمر 51 عاماً وجهت لها تهمتان تتعلقان بمغادرة كندا للمشاركة في نشاط جماعة إرهابية. الشرطة أوضحت أن التهم بموجب المادة 83 من القانون الجنائي تنبع من التحقيق في مزاعم سفر بولمان من كندا إلى سوريا في عام 2015 للانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي. وذكر محامي المتهمة أن بولمان عادت إلى كندا عام 2022، لكن لم توجه إليها اتهامات جنائية في ذلك الوقت بحسب ما نقلته وسائل إعلام. وكثف تنظيم داعش الإرهابي في الفترة الأخيرة من هجماته في عدة مناطق أبرزها سوريا، حيث يحتجز عشرات الآلاف من عناصر التنظيم وعوائلهم في سجون ومخيمات لدى الإدارة الذاتية بشمال وشرق سوريا، التي تؤكد على ضرورة حل قضية هؤلاء المحتجزين وتجنيب العالم تهديدات إرهابية تبدو وشيكة.